أهلا بكم بالموجز الرياضي. أعلن رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت عن بدء تجربة تقنية الفيديو لمساعدة الحكام اعتبارا من موسم المقبل. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم بعد تلقي الاتحاد السعودي موافقة المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم على أن تتم التجربة في الموسم المقبل وتطبق بشكل كامل على جميع مباريات الموسم ما بعد القادم. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع انضم إلينا هاتفيا من الرياض رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم مرعي عواجي. أهلا بك معنا. في البداية، كيف ترى أهمية هذه الخطوة وما مدى نجاحها؟ مرحبا أخوي سيف وبالأخوة المشاهدين. هالخطوة إن شاء الله هذه نقلة نوعية للاتحاد السعودي، وهو يبحث عن التطوير والشيء الجديد على مستوى العالم. وهذه تجربة العالم الآن يجربها في كل مكان تقريبا، ومن بداية المملكة العربية السعودية هي من أوائل هذه الدول اللي تقوم بالتجربة. هل ستحد هذه التقنية برأيك من طلب الحكام مستقبلا؟ والله في خطط استراتيجية مقدمها الاتحاد لأمور كثيرة بإذن الله لخدمة الرياضة وخدمة التحكيم السعودي بإذن الله. جميل. ما هي الحالات التي ستعالجها هذه التقنية؟ هي حالات معينة وليس كل المباراة. حالات اللي فيها يعني شيء غير مشروع، يعني زي هدف من تسلل أو ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب أو هدف صحيح أو غير صحيح. في هذه الحالات، في حالات بسيطة أو كرت أحمر، ولا هي بكل المباريات أو كل الحالات اللي في المباراة، بس اللي تغير نتائج المباريات. جميل. مع استخدام هذه التقنية هل سيتم إلغاء حكم الخط؟ الإضافي قصدك أو الخط الإضافي ممكن، لكن كالمساعدين هذا شيء إلزامي في المباراة. إذن شكرا لك. كان معنا هاتفيا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي مرعي عواجي، شكرا جزيلا لك. ترقب الكثير من الرياضيين صدور العديد من قرارات اتحاد الكرة بخصوص قضايا عدة، ويأتي أهمها قضيتا محمد العويس وعوض خميس. المزيد في سياق التقرير التالي. 48 ساعة، الوعد الذي قطعه على نفسه اتحاد القدم بقيادة عادل عزت بأن يحسم أكثر القضايا جدلا في الوسط الرياضي. محمد العويس وعوض خميس، القضيتان اللتان أرقتا اتحاد عزت ومل المتابع الرياضي من انتظار نتائجها. قبل 5 أيام وعد عزت الجمهور الرياضي بالحسم خلال يومين، وبين هذا الوعد وبين الواقع اخترقت القضيتان المجال الزمني المحدد. كانت الثغرات الموجودة في قوانين ولوائح اتحاد القدم والتي استغلها اللاعبون ووكلائهم هي السبب في تأخر حسم القضيتين على حد قول عزت. والآن وبعد وعد 48 ساعة، ما هي الشماعة الأخرى التي ستحمل وزر فشل اتحاد القدم في حسم القضيتين؟ وهل سيكون هناك حل جذري يمنع مثل هذه الحالات مستقبلا، أم سيستمر دورينا خارج المستطيل الأخضر؟ من سيجيب ومن سيوضح الأمر؟ أسئلة كثيرة يطرحها الجمهور الرياضي على اتحاد القدم وينتظر الإجابة. كان الكاتب الرياضي والإعلامي صالح الحمادي تداخل مع الإخبارية في نشرة سابقة حول هذه القضية، موضحا أن تأخير البتة فيها قد يؤجج الشارع الرياضي أكثر. عندما تتأخر مثل القضايا نقول أحيانا التروي طيب، ولكن عندما يتم الإعلان من قبل مثلا رئيس الاتحاد أو غيره من القائمين على كرة القدم السعودية بالإعلان قريب وسيعلن قريبا، ومن ثم يتم التأخير، لا شك أنه يكون هناك تردد، هناك ارتباك، هناك عدم جرأة في اتخاذ القرار. والعدل في كل القضايا هذه مطلب أساسي حتى يسود الوسط الرياضي شعور بالإنصاف للجميع، ليس للكبار على الصغار وليس للكبار أنفسهم. حددت إدارة المسابقات باتحاد القدم موعد والية مباراة الملحق التي ستقام بين الفريق صاحب المركز 12 من دوري جميل وصاحب المركز 3 في دوري أندية الدرجة الأولى،
وستقام المباراتان بنظام خروج المغلوب من مباراتين ذهابا وإيابا يتأهل الفائز منها بمجموع المباراتين لدور جميل، والخاسر يشارك في دوري الدرجة الأولى الموسم القادم. ووفقا لإدارة المسابقات فإن مباراة الذهاب ستقام يوم الخميس 11 من مايو القادم، فيما سيقام الإياب يوم الثلاثاء 16 من نفس الشهر.